بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها، وعقدوا العزم على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي سعوا إليها نهارا بمسكنها حاملين سلاحا أبيض مطواء قرن غزال، مغتنمين فرصة وجودها وحيدة به وسابقة قيام أولهم بأعمال لديها. وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعائه، بينما صعد الأول والثاني إلى المسكن وطرق بابه ودلف إلى داخله بعدما خدع المجني عليها وعليهما بأنهما حضر استكمال أعمال الدهان التي كان قد قام بها المتهم الأول. وبينما اتجهت لإعداد الشاي لهما تعقباها، حيث قيد الثاني حركتها في حين انهال الأول عليها طعنا بالمطواة التي كان يحملها، ثم ناولها للثاني فطعناها أيضا بها قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وبعد أن أجهزوا عليها لحق بهم الثالث وتلت هذه الجناية جنايتين أخرين، هما ألف قتل الطفل هديل هاني محمد كمال الدين عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على التخلص منها، حيث أطبخ المتهم الثالث على عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بقطعة من القماش، وطعنها المتهم الأول بالمطواة قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب قتل الطفل أنس هاني محمد كمال الدين عمدا بأن حبسوه داخل سوان الملابس حتى أتموا جريمتيهما السابقتين، وإذا على ثراخه أوكلوا إلى ثالثهم أن يتخلص منه فانفرد به بأحد الغرف وأطبق بيديه على عنقه بقطعة من القماش وكتم أنفاسه بوسادة قاصدين قتله، فاختنق على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وفارق الحياة. وكان القصد من ارتكابهم هذه الجنايات الثلاث الثالث في ذكرها ارتكابهم لجنحة سرقة، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرقوا الحلي الذهبية والنقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات وصفا وقدرا وقيمة والمملوكة للمجني عليها ننيس أحمد فؤاد وزوجها هاني محمد كمال الدين حالة كونهم حاملين سلاحا أبيض مطواء قرن غزال. وطعن المحكوم عليهم بطريق النقد، حيث قضت بجلسة 10 مارس 98 بقبول عرض النيابة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام سيد زكريا علوان شنقا، وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام حسب ما أشر به سيادتي على الحكم بتاريخ 14/4/98 وما جاء بكتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 22 إعدام المؤرخ في 15/4/98. وقد حدد السيد اللواء مساعد أول وزير لقطاع السجون اليوم 21/4 موعدا للتنفيذ. يا سيد عايز تقول حاجه قبل تنفيذ الحكم؟ عايز اقول كلمه واحده، قول وربنا يعلم بيا انا اهو في أيوه. اخر لحظه في عمري ايوه، ان اخويا الرابع المتهم الرابع اقسم برب العزه ان هو ما لا يعرف اي حاجه طيب. والله عايز تقول حاجه تاني؟ لا عايز اخلي بس اخواتي ربنا يسامحوني وزوجتي خلي بالي بينهم اخوات البنات طيب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد رسوله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إليه، ورجعت إليه. مش عايز تقول ولا حاجة حتى لربنا؟ دعاء حتى دعاء وهو رفض الحديث معنا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، ورجعت إليه، ورجعت إليه.
وكان لنا هذا اللقاء مع المستشار عمر مروان رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ومنفذ حكم محكمة الجنايات في قضية مدينة نصر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. طب تقول لنا إيه شعور حضرتك النهاردة وفي قضية بينفذ فيها الحكم لثلاثة؟ دي أول مرة في الحقيقة أحضر حكم إعدام بينفذ في ثلاثة مرة واحدة. قبل كده حضرت لكن حكم إعدام في واحد بس. طبعا دي قضية رأي عام، والأهميتها كلفني معالي النائب العام ان انا احضر تنفيذها بنفسي. شعوري ما فيش شعور ولا حاجه، انا براجل بأدي عملي وبنفذ حكم القانون في المحكوم عليهم الثلاثه. طب ايه النصيحه لحضرتك توجهها للشباب؟ والله انا عايز اقول لهم ان الحكايه دي لعلها تكون رادع وتبين لهم ان الجريمه لا تفيد في اي حال من الاحوال، وان اللي يرتكب جريمه يتوقع انه هيقبض عليه ويحاكم ويحصل على حكم عادل، ونتمنى ان ما تحصلش جريمه بالبشاعه دي مره ثانيه يعني ان شاء الله. شكرا. والان ننتقل مره اخرى الى استوديوهات مساء الخير لنواصل فقرتنا. اعزائي المشاهدين، وهكذا تتحقق العداله في مقتل السيده نانسي احمد فؤاد وطفليها، ويؤكد القضاء المصري انه هو الحاكم الشرعي والامن لهذا الشعب، وهو حصن وأمان لهذه الدولة. وهكذا تتحقق العدالة وتنتصر القيم والمبادئ، ويؤكد الشعب